ذكرت مصر في القرآن الكريم باسمها الصريح في 5 مواضع، 4 متفق عليها وموضع مختلف فيه. يقول تعالى: وأوحينا إلى أم موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر، وقال تعالى: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال تعالى على لسان فرعون: وقال فرعون أليس لي ملك مصر. واختلفوا في قوله تعالى: قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هل المقصود بها مصر المعروفة التي عاصمتها القاهرة أو أي مصر من الأمصار؟ وذكرت مصر تلميحا في القرآن الكريم في مواضع كثر في أكثر من 20 موضعا، قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال بعض المفسرين هي مصر، وقال بعضهم هي دمشق أي الربوة. يقول ربنا جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال بعض أهل العلم: المدينة المقصودة في الآيتين هي مدينة منف، وتسمى حاليا المنوفية. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لها ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. فأما الرحم فإن هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام من القبط، وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط من ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من قرية نحو الصعيد. وقد قيل أن المصريون هم أخوال العرب، لأن إسماعيل عليه السلام أمه هاجر وهي مصرية وهو أبو العرب، فأصبح المصريون أخوال العرب من هذا الوجه. قال أبو بصرة الغفاري: مصر خزانة الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها، وبها من الخير ما يكفي لإطعام الأرض كلها. ووصف الله مصر بكونها مبوأ صدق، قال الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيب. قال ابن جرير: مبوأ صدق الشام ومصر. وبنحوه قال ابن كثير وقال: في الجلالين، أي منزل كرامة، وهو الشام ومصر. وأخبرنا الله تعالى أن أرض مصر أرض مباركة، قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال ابن جرير: أي التي جعلنا فيها الخير ثابتا دائما لأهلها. قال القرطبي: والأرض هي أرض الشام ومصر. وكذلك قال البغوي في معالم التنزيل. ولما أراد الله تعالى وصف مصر في كتابه الكريم وصفها بوصف كريم جميل بديع لم يصف بها بلدا غيرها، قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. النيل نهر من أنهار الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، رواه مسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النيل في رحلة الإسراء والمعراج. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي السدرة فإذا 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة.